ايه الوحش ده؟ او ماي جاد. ايه ده؟ مساء الخير. او ماي جاد. ايه ده؟ لا لا افتح. مساء الخير الارواح الشريره كلها. روح مع السلامه. سلام. يلا روح. ما هو لو انت ما دخلتش لسانك دوت جوه بقك انا هخلي كل الناس اللي بتتفرج على المقطع دوت تعمل لايك عشان اقطعولك. ويا شباب اللي عايز لشباب اقطع له لسانه دوت يعمل لايك بسرعه للفيديو دوت واشترك في القناه وخليكوا ماندو وانزل حلال اشترك في قناه عبدو ماندو. للاسف يا شباب انا تعبت وجالي كده شويه برد او انا داخل لسه على دور برد فقلت الحق اختم لكم لعبه بنبان وبعد كده بقى ايه اروح انام لي في السرير اسبوع لان بجد يا شباب انا تعبان جدا. ادعوا لي يا شباب يعني افوق بالسلامه. انا في الشتاء يا شباب بيجي لي برد كتير. طبعا انا لابس ومتدفي بس بردك بيجي لي برد. دلوقتي شباب انا معانا هنا صديقي الصدوق مستر بنبان والمفروض يا شباب احنا اخر حاجه وقفنا عندها كنا هنا ودلوقتي يا شباب هنكمل من هنا عشان خاطر نحل بقيه الالغاز. طبعا يا شباب انت لو بتحب بنبان هتعمل لايك للفيديو دوت ويلا بينا نختم بنبان مع بعضينا عشان النهارده حلقه التختيم. دلوقتي يا شباب كان في لغز هنا انا حليت منه شويه كده شباب عشان كان طويل جدا بس هفهمه لكم. اول حاجه لازم تجيب العرايس ديت اللي مطلعه لسانها بره لحد العلامه ديت. شايفين يا شباب انا خلصت اللي هناك دوت. شايفين دوت دوت كان هناك جبته هنا وبعد كده جبته هنا. اه لغز سهل. انا هعمل ده بقى معاكم. اول حاجه يا شباب هنجيبه بقى ونحركه كده. اديله زقه. يلا حبيبي يلا حبيبي. بقول لك يا حبيبي في واحد يا حبيبي بيتفرج عليا ما عملش لايك. اه يا عم انت بقى ما ينفعش كده يا جدعان. لازم يا جدعان تعملوا لايك. مش كفايه يا شباب نزلت لكم لعبه رجل الايس كريم ومحدش عمل له لايك. والله زعلت والله زعلت يا شباب. محدش اتفرج على المقطع ولا حد عمل له لايك يا شباب. والله زعلت. انا كده ممكن ما اكملش تاني في سلسله رجل الايس كريم ده. انا كنت ناوي اعملها لكم كلها. ماشي يا شباب كله يا شباب ايه يعمل لايك يا شباب بقى للمقطع دوت عشان ايه تعويضا للي حصل في فيديو الرجل الايس كريم. بص شباب انا هرجعه معاكم يا شباب علشان الناس اللي هتختم اللعبه بتتفرج على عبدو ماندو تشوف الخطوات برضو يا شباب. هنعملها واحده واحده مع بعضينا. هي سهله جدا بس محتاجه ايه تشغل دماغك اللي فيها بطيخ. يعني لو حد عنده بطيخ يشيل البطيخه ويركز. تمام. اللعبه ديت لعبه ذكاء يا شباب للاطفال برضو عشان خاطر ايه كله يا شباب يشغل دماغه. شفتوا يا جماعه الدنيا بسيطه ازاي؟ وظن انا عملت حاجه غلط يعني ما حدش يشغل باله. لا دي شغال اهي. احنا نودي دي قدام بعد كده نودي ده كده بعد كده نفتح لنا ايه طريق كده كده ونطلع ديت الشباب قدام. يلا يلا جو. ايوه ايوه انا كده كسبت. يعني شفتوا يا جماعه البساطه هو كله تشغيل دماغ. عملتها في اقل من ثانيتين معاكم بالدقيقه بالظبط. خلصنا اللغز. يلا اللغز اللي بعده يا معلم. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة اتفتحت؟ اه في باب اتفتح هناك؟ تمام جدا يا شباب. يا شباب كل يا شباب يعمل لايك يا شباب يعني تقديرا لمجهودي ان انا طالع بختم لكم اللعبة وانا تعبان شوية والله بس لسه التعب ده هيزيد يعني ربنا يسترها. وادعوا لي يا شباب لو كل واحد فيكم دعا لي دعوة ممكن اخف والله العظيم. بقول لك 40 دعوة من مسلم مستجابة وصلوا على النبي كده في كومنت. انا خدت الكارت الأحمر أعمل بإيه بقى؟ ألو الكارت الأحمر أعمل بإيه؟ كان فيها هنا شباب زرار أحمر. هو الظاهر كده شباب في زرار فوق هنا. ايوه انا دوست على الزرار. هيفتح ايه هيفتح ايه؟ ايوه ايوه انا دوست على زرارين. ايوه افتح يا عم الباب. مساء الخير يا اسطى. يا اسطى ده ماسك عصايه. خد يلا خد. ده نط. استنى اخد منه العصايه دي. هات العصايه دي. هل انت الراجل دوت تبعك؟ انهي راجل دوت؟ ايه ده؟ لا 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 ايه ده؟ ايه الوحش ده؟ او ماي جاد. مساء الخير. ايه ده؟ انا مالي؟ انا ماليش دعوه. انا عبدو ماندو. انا ماليش دعوه باي حاجه. بيقول لك انت جات لك فرصه ان انت تهرب. الجوكر انقذني. الجوكر كفو يا جوكر. يا جوكر انت كويس؟ عايزين نفتح الباب ده. الجوكر مات. الجوكر مات. افتح يا عم الباب. افتح يا عم الباب. طب افتح الباب. انا افتح ده في كوارث بره يا جدعان. يا جدعان ازاي يا جدعان ده بيحصل؟ اخدت الكارت الحمد لله. اطلع. هو كده انا مرعوب يا شباب. مساء الخير. الجوكر هناك اهو ميت اهو. جواكر ولا جوكر انت قتلته ولا هو اللي قتلك؟ ايه السؤال ده غبي ده؟ ما هو ميت قدامه اهو. دلوقتي الشباب انا تقريبا كده خلاص خلصت كل حاجه هنا فهرجع بقى ايه للمكان الضلمه اللي تحت دوت. تعالى بقى ناخدها زحلوقه كده مره واحده. 3 2. طب يا شباب قبل ما نوصل يعني كده اتاكدوا بس ان انتوا عملتوا لايك ودلوقتي مستمتعين يا شباب. استنى بس كده انا قربت اوصل اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. الو حد هنا؟ الو
مفيش حاجة تقريبا. الشباب الباب ده هيتفتح لان احنا تقريبا خدنا الكارت بتاعه تقريبا يعني على ما اتذكر. ما مش اهو اتفتح الحمد لله. مغامرة جديدة وطحن جديد. ليتس جو. ايه ده؟ طريق ضلمة. اوكي انزل بقى معلم في الضلمة ديت. انا مش عارف، حاسس ان حد يجي من ورايا خضني، ولكن يا شباب انا نازل في طريق ضلمة. مساء الخير، انا جيت زرار تاني. ايه حكاية الازرار دي كلها يا شباب؟ بين اسطوره افتح. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ايه ده؟ اصمت، ده انا نبقى مع مين؟ ايه ده يا ابني؟ انت مش مت يا ابني؟ راسك عندك صداع يعني؟ خد بنادول. انا لسه واخد واحده عادي. يعني اعمل ايه؟ يعني اطلع فوق انا؟ ماشي انتظر، انا عارف ان هذا المفتاح موجود على المكتب بالاعلى، ولكن الدخول الى هنا يكون سهلا. انهي مفتاح يعني حضرتك؟ يعني مش فاهم. او عايز طاقة مفتاح؟ ايه المفتاح ده؟ مساء الخير، احتاج الى الضوء الى الشحن. ستارت مش عارف ايه. يبقى هو ده. يمكن الاستحام اذا كانت هناك طاقة، لكن لازم نشوفكم تجهيز مفتاح الطاقة بحيث يكون بتنبيه. هو يا شباب في حاجة ليها علاقة بالطاقة، استاذ قالت لك انذار، ولازم نؤكد انه يستجيب بعض الضيوف غير المرغوب فيهم. في وحوش هتهجم علينا يا شباب. اذا امكنك التخطيط من الاعلى بينما اكون في الاسفل، قد اكون في زلك المكتب. دلوقتي شباب انا هغطيه من فوق، يعني هغطيك ازاي؟ بطانية ولا اعمل ايه؟ بيقول انا مستعد لما انت تكون. يلا بسم الله. اعمل ايه بقى؟ اكشف. لا تصب بالشر، كان زلك متوقعا. ماشي ابقى عينك على الاضواء الاثنى عشر من حولي. اذا تحول للون الاحمر وجه احد اعمده النار راح يمكنك السيطره عليه. تمام يا شباب، هوجه الشباب الكشافات ديت عليهم. اذا تحول عدد كبير للون الاحمر دون تدخل منك فان الامر قد انتهى. تمام. بعد كل استخدام. تمام، هروح نشحن المصباح يا شباب بعد كل استخدام. هكذا اطول. مين بقى؟ مين بقى اللي جه؟ مين بقى اللي جه؟ فين؟ فين؟ الو استنى بس، استنى هك كده. ايه اهو في واحد هناك اهو. استنى اعمل ايه؟ الو الو ها ها. ايه ده؟ انا حاسس بحاجات غلط يا شباب. ها ها ادوس هنا. يحتاج الضوء الشحن الى البتاع. اهو اهو الشحن اهو. الو هدى كده هدى كده هدى كده. عيب تنجم مخلل وخلاص. اهو اهو اهو. في وحش فوق، في وحش فوق، في وحش فوق. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. انتهيت من واحده. كفو عليك كفو. النور قطع، النور قطع. ايه اللي حصل بقى؟ الو اعمل ايه؟ ادوس هنا. مات. انا اللي مت. هو اللي في السقف ده مش عارف اموته ازاي. الظاهر كده شباب حظ فقري. يلا اتنين، دوس على الزرار، دوس على الزرار، دوس على الزرار. تم. يس 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 يس. كم مرة شفت هذا؟ انا اقعد لا اريد ان اقعد دقيقة اخرى في هذا المكان. اوكي فتح لي يا شباب الزرار الكبير دوت، دوست عليه. بعد كده هنزل له تحت بقى يا جماعة عشان خاطر نروح نكمل بقية المغامرة بتاع بنبان ديت اللي تعبتني اصلا. انا مش قادر والله، ما قادر يا جماعة، مش عارف ايه. السلام عليكم. يلا جوكر يا مجاكور، يلا انت اللي هتمشي معايا. طب اروح فين؟ يلا يا عم تعالى يا عم، شد ومد شوية. ايه ده؟ العميد بتنور لوحدها والله. طب كويس. ايه؟ عايز ايه؟ ده وقته يا عم، الدنيا ضلمه ما تخوفنيش. We've been making great progress so far. اوكي. And it's really getting my spirits. بقول لك حكايه تقدم كبير. ايه هو بقى؟ عايز يقول نكته. اهو هقول لك بقى نكته اهو. ريدي. يلا سمعنا نكتتك. اسمع ضفدع منزعج. اسميه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هابي. صدق انا غلطان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي بيضحك؟ مين بيضحك؟ Did you hear that؟ ايوه سمعت، انت كمان سمعت نكتتك بقى بتضحك العفاريت. Laughed. مين بقى اللي ضحك؟ Last time I told a joke all I heard was yelling. انت اخر نكتة قلتها صرخوا؟ انت بتجري ليه؟ يا ابني انت ما تخوفنيش، في ايه؟ خليه نجري معاك زي العبيط وخلاص. تعال نروح لعمو قنديل البحر. مساء الخير عمو قنديل البحر، كل سنه وانت طيب. في جديد عندك؟ مفيش جديد. تعال نفقع له عينه. خد دي. تعال انت فين يا ابني؟ رايح فين يا ابني؟ بتجري على مين؟ الو رايح فين؟ رايح للمعلم بنبان؟
احلى معلم بمبام في الدنيا. كنا انا مستعد افهم كنا هنزل على الصولجان او هيموت على الصولجان. انا ما اعرفش ايه هو الصولجان اللي هو بيدور عليه ده. يلا يا عم يلا يا اسطى ما تضحكش كده يا اسطى، ما تستفزنيش يا اسطى. بيقول له في حاجه حصلت في غيابنا؟ والله الدنيا كانت هاديه من غير النكت بتاعتك الباخه. السردادي لان فعلا مين السردادي ده؟ تمام ما تتعبونيش يا جدعان، الواحد تعبان لوحده والله. يا جدعان بيرغوا كتير قوي يا جدعان والله يا رغايين. يلا يا عم انت هتجري فين كده؟ انت متبرمج ان انت تجري زي الانسان الالي كده. طيب ايه ده؟ مين الكلب اللي قاعد هناك ده؟ مش ده اللي جرى ورايا قبل كده؟ مساء الخير بقى طيب ولا ايه الدنيا معاه؟ ايه اللسان ده؟ إيه الو الو عامل ايه؟ ايه ده انت هنا؟ افتح لك مقفول يا ابني. بتعمل ايه هنا يا ابني؟ مين حبسك كده يا ابني؟ ضحكوا عليك وحبسوك عشان تبطل تطلع لي في الضلمه كل شويه. وانت يابا الدور نجات في عينك؟ معلش يابا انت بتبص لي كده ليه؟ شايفك ايه ده؟ ده بيتكلم. انا اسف ان هذا يحدث بسببك لتبقى نفس سبب الخلاف ذلك. كل ده بسببي انا، ما اعرفش ايه اللي بيحصل اصلا، بس كل ده اللي اعرفه بقى بسببي. بيقولي لو انت ما دخلتش في خطتي مش عارف ايه كنت سكون هرم في اغلالي وكل شيء زيت لما سبق. انا عايز حد يا عم، انا جنبكم يا عم، يا عم ارحموني يا عم، يا عم هو اتشفط يا شباب وخلص حجمه. كان لو بيقولي لو انا كنت لسه كبير تقريبا كان حجمه العملاق كان هيساعده في المازق ده. يبدو بتاكد انك في حاجه اليها. طيب يا شباب هيناومني مغناطيسي، عمال يناومني مغناطيسي ونقلني في حته تانية خالص. تعال نشوف هيودينا فين. مساء الخير، الدنيا بتمطر. العنكبوت نبناب قاعد هنا تقريبا اسمه نبناب. صباح الخير ايوه النايم. مساء الخير، مساء الخير. كان عليك تصير في النوم، ما زلنا ننتظر الحافله. طيب اروح اكمل نوم انا بقى. ماشي الراجل انا متعب جدا. ماشي توقف عن التذمر، انت لست الوحيد. ربما تنام كلنا مثل اوبيلا بعد الشاي. كانت نايمه الحمامه نايمه. بصوا الحافله هنا، يلا بينا نركب الاتوبيس. يلا بينا. مساء الخير اتوبيس باب اتفتح نخش بقى. الو الو يلا بينا نركب. يلا شجاعت ذلك فهو ليس الصحيح، مش هو الاتوبيس يا شباب. لماذا نفعل كل هذا؟ ايوه صح احنا قاعدين بنرغي ليه؟ بقول لك انا مش عايز اروح البحر تاني. لما نستطيع يجب ان نصل الى الشاطئ. خذوني معاكم والنبي يا شيخ، خذوني معاكم. ساكون صريحا لم اكن اعلم ان الوصول وجهتنا سيكون بهذه الصعوبه. ما هيكون بسهوله يعني، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل اخويا والله. كل افاكم مثير للغضب لما وصلنا الى هذا المنزل الحالي. ايه ده؟ عمو ده قاعد هناك بيتفرج علينا، نفسي اعرف مين ده. حقا استنغر افعالي او مهاراتك القياده الخاصه بك غير الموجوده. طيب اعتقد ان اوبيلا يمكنها القياده بشكل افضل منك. هل انت متاكد انك لن تفعل هذا مره اخرى؟ افعل ماذا مره اخرى؟ الحاجه العدوانيه انا مش فاهم اصلا هما بيتكلموا في ايه. في الواقع اعتقد ان انا ممكن يا عم يلا يا عم بقى خلصونا يا جدعان، الناس زهقت يا جدعان، الناس هتزهق كده. مين الكابتن؟ انت بتكلمني انا؟ انا مش الكابتن. كابتن؟ انا؟ الو ولا ده؟ ده في عيال صغير قاعد. فين يا جدعان فين الكابتن؟ يا اسطى ما تبصليش كده. No one wants to be in who's less useful. انت بتفكر يخرب بيت مخك. ايه ده؟ نبناب عدى الشارع مات. فقدنا اثنين عقبالك. دخل فيا اتوبيس. صحيت من النوم لقيت نفسي محاط بسياج ورجعنا المعسكر تاني. ده عند الراجل التخين اللي قاعد اللي هو اللي اسمه القنديل اخطبوط القرش البحر، صح كده؟ يلا يا عم انت كل ده بتقوم بس كده خلاص؟ اوكي. تحدث الى بتريجل. مين بتريجل ده كمان؟ بتريجل يبقى هنمشي شباب في الضلمه اللي هناك ديت. وش انت بتريجل؟ طلع هو بقى انت فعلا مفتاح. هات الكارت ده بس، هات الكارت. بيقول يا شباب بنبان اخذ كارت وساب لك كارت. لقد رأك تاخذ كاريولا وكارت توجه الى هناك، المفروض يجب ان تتمكن من اللحاق به. اوكي المفروض دلوقتي شباب انا هتبع نبناب ده ولا بنبان ده الاحمر يا شباب اللي هو الزعيم الكبير انه اصبح عصبيا حقا. ادعوه بنبان، هل تعرف سبب ذلك؟ يا عم يلا يا عم هات الكارت يا عم، فكك بقى لسه ضاع. تعال نروح لهم يا شباب. تقريبا يا شباب مش محتاج استخدم الدرن طول ما الكشافات دي يا شباب بتنور، هروح عادي تقريبا يعني. المفروض يا شباب انا كده وصلت تقريبا. ده هيشتغل؟ اشتغل. طب ده وده كمان اشتغل تقريبا. هم نفس الباب. هم يا عم انتوا بتشتغلوني؟ يا جماعه عامل ايه؟ مش فاهم حاجه. الو انا بكعبلت وقعت لمؤاخذه. الو
اروح فين ولا اجي منين؟ ايه البوابات دي كلها مش مفتوحه؟ عايزين نفتحوها. بسم الله. ايه نفتحوها؟ عايزين نفتحها يعني. اه بس شباب انا فهمت تعمل ايه. شايفين دوت؟ انا اعمله دلوقتي يا شباب. تعالوا نعمله ونرجع تاني. بس الاول يا شباب اديله صوره كده حلوه بحس ان انا ايه ارجع له تاني كده. يا شباب دي اخر ترابيزه. تمام فتحت حاجه. تعالى بقى نطلع فوق نشوف ايه اللي اوبن بقى يا شباب. بسم الله. هو الباب اللي هناك يا شباب اتفتح. ده كده انجاز كبير جدا. ايه ده؟ كل ده عشان ورقه؟ طب بعدين مفيش حاجه تاني؟ تقريبا يا شباب السر بقى عند الباب دوت. تعالى كده يا شباب نجرب. انا فتحت هنا زرار الباب اتفتح. تعالى نشوف الزرار اللي فوق دوت. زرار طاقه. حلو قوي. في شريك كاسيت هنا. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ وفي زرار تاني هناك. ثواني عشان ما ننساهوش بمره. ثواني هاجي لكم تاني. تمام كده يا شباب فتحنا ازرار الباور. تمام احنا دلوقتي في الغرفه اللي هي ديت. اوكي هنعمل ايه بقى؟ تمام جدا يا شباب لقيت هنا يا شباب زرار. وي ايوه بيجي بالنط. حلو قوي. الزرار اللي بعده بقى فين؟ الزرار دوت بيفتح لي تقريبا البتاع اللي فوق ديت يا جماعه صح؟ ايوه هو الزرار ده نور. الزرار ده نور يا شباب. يبقى انا كده الحمد لله ماشي صح. الحمد لله 100% صح كده. يلا بقى اخبطه بقى اخبطه بقى. هوبا يلا روح بقى روح بقى يا اخي روح بقى. ها الحمد لله بالعافيه يا جدعان. المسافات طويله قوي. اكشن ليتس جو شباب. يا رب استرها معانا يا رب. وشكرا لكل واحد يا شباب لسه موجود معانا وبيختم معانا اللعبه. احب اقول لك ان انت حد مميز جدا عند عبدو مندو. وبجد بجد بقول لك انت حبيب قلبي من جوه. تعالى شباب نشوف الاوضه دي الشباب فيها ايه. ايه ده؟ الله كيوت قوي يا ساخي. حول الله عملاق. ايها الصغار كيف حالكم؟ كفي اخبارنا والدي انا لحد. ايه ده؟ هم دول عيال الراجل الكبير يا شباب اللي وشه منور ده؟ كان بحاجه مساعده. عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ هل رايت وردنا في الجوار؟ هو لم ياتي اليوم. ابوكم مين يا جدعان؟ الله ازرع اكثر منك. ابو منا؟ ايه ده؟ ده ابوهم الاخطبوط القنديل دوت. انا من فضلك اقول انا بحاجه لعوة. ده حاضر اقول له. حاضر 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 هقول له. ابوكم مضروب في عينه هناكم ومشفوط. حاضر اقول له. المفروض اجمع ايه بقى؟ اعمل ايه؟ الم ايه؟ بسم الله. ايه ده؟ ايه الخر؟ ايه ده؟ ثواني كده في مصاصه جوه. بابا اخدت مصاصه. طب اعمل ايه بالمص؟ ايه ده في واحده تاني هنا. اوبا ده الزهر كده شايف في جيش مصاصات. ايه ده؟ جبت مصاصتين. المفروض الشباب الم 8 مصاصات. اوكي 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 تعالى يا شباب نلم 8 مصاصات. ادي واحده اهي. مفيش واحده فوق هنا؟ مفيش واحده هنا ولا هنا ولا هنا؟ اوكي بص الشباب الاخيره لقيتها فين؟ لا استنى هجيبها اهو. هجيبها من هنا. ايوه شكرا. الباب الاخيره دي احطها هنا. افتح لي يا ابني الباب ده يا ابني. الباب بيتفتح. ايه ده؟ انا مش شايف حاجه. هات الطياره. في ورقه هنا. تمام جدا. هات الطياره بقى. يلا طياره. مش هنزل في انا اللي بقيت في... ايه ده؟ انا كل ده وقعت في فخ. بسرعه ابقى في المنتصف حيث لا يمكنها الوصول اليك. مين دي؟ ايه ده؟ انا مت. مين بيودي على فين؟ في ايه؟ ايه؟ اعمل ايه؟ في المنتصف اهو اهو اهو. تمام هي كده مش شايفاني؟ انا 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 محاط بمصيده كهربائيه لكنهم بحاجه الى كثير من القوه بتراك كبيره مبعثره في الخيام في الزوايا. حلو نيجي عشان ما يظهر اكبر قدر ممكن من الضوضاء ثم يكون بالركض اليه بينما يكون مشتتا. يعني هنعمل دوشه وهنجري. اوكي نعمل ايه بقى؟ ايه البتاع ده؟ انا خدت قرطاسين. ماشي شلت منه القرطاسين. انا شايف سماعه هناك وشايف سماعه هنا. طب اروح لمين؟ طيب اروح لدي ولا خلينا في اللي هناك الاول. يلا 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 يلا. انه غير مكتمل. اهو طب اعمل ايه؟ لازم اجيب الثانيه. اهو 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 ايوه بيشتغل بقى. لسه في واحد هناك. بعيد قوي ده يا شباب. بعيد 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 بعيد. ايوه امشي بقى امشي. طب ايه خلاص كده ولا ايه؟ اروح فين؟ استنوا كده. هوب ارجع ارجع. ايوه الحمد لله ما متش. بيرضب. ايه ده؟ او ماي جاد او ماي جاد. انت قلت ايه الخيمه المضاده؟ ايوه في خيمه اهي في خيمه اهي مضاده. اوكي هي دلوقتي متشتته بالبتاع هناك اهي. بتاكلوا 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 بتاكلوا. كفو 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 كفو. ايوه كل تلك منطقه وكام هاتين عشان تبقى عم تناولها. حلو قوي. المفروض دلوقتي شباب ان انا باخد البرميل دوت لان انا غلطت المره اللي فاتت. المفروض اول ما هي تيجي تاكله اقوم انا ايه جاري بقى فاهمين؟
يعني مره فاتت سبته وهي كلته وانا فضلت احلف على نفسي لحد ما مت. دلوقتي شباب بصوا ركزوا كده، هي المفروض دلوقتي شباب تنزل تاكله. بص وين اجري انا بقى، اجري انا. هي دلوقتي مضروبه، هي تقريبا مش هتجري ورايا صح، هي مضروبه بتعالج نفسها بتعالج نفسها. ايه ده، اخدت حاجه، اخدت بوكس حلو قوي. انا استكف في نفس الخدع مرتين او كانك تزيد حاجه للبطاريه الاخرى. حاول تشتيت انتباهها بطريقه مختلفه او حتى بشكل بسيط. طب نعمل ايه؟ عايزين القفاز. ماشي جاهزين جاهزين. 3 2، ها طلعت. استنى يلا 3 2 1. هوبا الحمد لله جبته 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 تمام ايزي. يلا يلا اطلع يا معلم اطلع يا معلم. يلا يلا جو. خيمه نورت اهي جت. استنى يلا روح 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 روح. يلا شكرا شكرا، مع السلامه. انت بقى مع السلامه. هي زمانها ماتت دلوقتي يا شباب، هي بتعيط فوق. استنى بقى يا شباب نشوف ايه هنا. هوبا 100 100. اخدت ايه؟ اخدت حجر تاني. نمشي بقى مع السهم ده ونروح للخيمه اللي هناك. مساء الخير، اهم حاجه بس تكون راضي عننا يا حاجه. تمام يا شباب، احنا بنخلص خيمتين وبعد كده يا شباب بنروح على خيمتين بعديهم، فاهمين؟ انا مش فاهم. 100 100. طيب هنخش كده نطلع البرميل ده. يلا يا برميلو اطلع يلا عشان تاخد الضربه القاضيه. فين؟ في جناحها. يلا يلا روح 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 روح. 100 100 كده يا شباب، هتبلع الطعم الاخير وتتفجر ولا تنفجر مش هتفرق. يلا انفجري بقى وخلصيني. يلا يا حاجه شكرا. طب يا شباب نروح هناك. لا 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 لا، انا هعيد ده كله تاني. حلو قوي. هي دلوقتي الشباب بلعت الطعم الاخير، المفروض بقى اعمل اللي انا كنت المفروض اعمله المره اللي فاتت، اللي هو انا اروح عند البتوع دولت واشوف مشغل ده كده ومشغل ده كده. حلو قوي. ايه بقى اللي هيحصل؟ لقد تم تفعيله وغطى نصف قطره كبيره، اجعل الطائر يغوص مره اخرى. تعالى كوتوموتو. ايوه تعالى بقى. خش يا معلم. ايه ده ما جاش ليه؟ الو تعالى لي هنا. يلا تعالى. الله تعالوا كده يا شباب نجرب. يلا يلا. هي شباب بتلعب معايا هي ذكي. طب بقول لك ايه، تعالى نطلع لها من الناحيه الثانيه. انا اهو اهو هوبا. جت وقعت في الفخ. دي ماتت دي ماتت، وقعت في الفخ وماتت. كو. استنى تويتي. We get through this. يعني بس هي مشكلة في كده، علينا استعانة بك كمدرب سلامة. نخرج من هنا. طيب يلا بينا شباب نخرج من هنا. ابقى حيث أنت وأسعار ما يمكنني فعله بشأن هذا الباب الكبير. أنهي باب كبير؟ فين؟ كل ده باب؟ ما تقوليش إن ده كل ده باب. أيوه ده الباب بيتفتح. طب كويس والله. كده يا شباب هنكمل في مغامرتنا الشيقة ديت. هنروح لفين بقى؟ ايه يا جدعان نروح فين؟ في زرار هنا وانا سمعت صوت لي الحمد لله. دوس هنا كده. ايه ده الطائر راح فين؟ الطائر راح فين؟ في زرار هنا دوس عليه بسرعه. الطائر فين؟ او ماي جاد او ماي جاد. ايه ده؟ لا لا افتح. الحمد لله اتفعص اتفعص بنجاح. افتح يا عم الباب يا عم، افتح يابا افتح. ايه ده؟ الحق. بص بعد ما اتفعص اتحول لمين؟ لتويتي. ازيك يا صغير؟ يلا طلع هو ده اصلا عامل كل المشكله دي. طيب ماشي اتعصر، هو كان دخل تقريبا. هذا الشيء انا اريد تجربته مره اخرى. والله ولا انا يا اخويا والله ولا انا. بيقول لي ده هدور على المفتاح عندي وانت دور عليه عندي. انا الكاميرا كده فتح هذا المخرج لك. اوكي افتح يا معلم المخرج. هو كل ده شباب بيحاول يفتح. اخيرا ايه الدنيا؟ السلام عليكم انت هنا؟ ايه ده؟ مش الجوكر ده؟ بيقول لي تفضل اضغط على هذا الشيء. لا ثواني انا مش سيد قعدك. انا مش واثق فيه يا شباب. ادوس ادوس. يلا الدنيا بايظه كده كده. ماشي انا مسكت فيك وربنا يستر. ايه بقى الزرار ده؟ وصلنا الحمد لله كله خير. في زرار هنا ادوس عليه. في زرار هنا مقفول. ايه ده مقفول؟ ده شغال. خش في اللي شغال بسرعه. ايه ده يا شباب ده؟ لا دي منينة ملاهي دي ولا ايه؟ طيب انا شباب التعدية من فوق بس ثواني كده اتأكد. اتأكد بس ادوس على الزرار دوت. ايوه ده بيلف البتوع دولت. يعني لو انا نطيت كده انا وقعت تحت. ايه بقى اللي هيحصل لما اقع تحت؟ ايه ده هعيد من الاول بس فهمت كده يا شباب. دلوقتي شباب دوت عبارة عن باركور. المفروض ان احنا نركز فيه جامد جدا. تمام ايوه تقريبا كده صح. هوبا شفت كنت هقع.
هوبا شفتوا 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 اللي بيحصل؟ هوب لا استنى عندك وحياتك استنى هوبا ايوه انا لو نطيت هنا دي هتيجي في وشي يبقى نط فين؟ يبقى نط على اللي هناك ده هوبا تمام يا شباب هي ايزي بس يا شباب محتاجه شويه تركيز بس هوبا هوبا يلا هوبا يلا يلا بقى مشيها معايا حظ يلا 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 ووو 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 كسبت كسبت وخدت الكرت كسبت وخدت الكرت اروح فين تعالى اشوف الاضاءه دي اوه سوف نفعلها سوف نختم بمباني اليوم ايه ده لا ما تقوليش المفروض ارجع تاني اوه طب تعالى يا شباب نرجع طب بقول لكم ايه طب ما ننزل على الدام من تحت وخلاص ايه الغباء ده في طريق فوق اهو شباب تعالوا نشوف ده يودينا لفين انا مش عارف انا ماشي وخلاص يعني سايبها على الله ربنا يسترها في كارت هنا ايوه ده شغال تمام افتح ايه ده رجعني للمكان ده التاني تمام انا هجرب الشباب اروح للمكان الرئيسي وبعد كده ايه اجي لكم تاني ادينا يا شباب وصلنا للمكان الرئيسي بقى لي ساعه بدور فيه مش لاقي فيه اي حاجه مساء الخير مساء الخير ايوه كده كده الزر ده مش شغال عندما لم تكن الاصابع مفتاح في الطبق قلت اعتقد اني استضعت في محاوله العثور عليك لا يا باشا تقلقش انا حريف لكنك فكرت زي كان انا وضع حد هذه الفوضى يلا بينا نحط حد عايز يعمل حاجه هو اتفضل هتعمل هتشقلب مش هنوم قريبا ايه هو طيب هنعمل ايه هنعمل ايه لا يا اخي لا يا اخي هياكلنا انا يا اخي يا اخي كل مره بيطلع ياكلنا انا مساء الخير والله يا اسطى انا بحبك يا اسطى يا اسطى انا بحبك يا اسطى لا هو جري طب الحمد لله الشباب جري وما اكلنيش ده انا انتهي من هذا نعمل ايه يعني الو ادوس هنا ماشي اهو فتح هنا نعمل ايه بقى ايه ده ايه ده النهايه هنا يا شباب ولا ايه هنعمل ايه الو ده في مدافع وحاجات كتير وفي صندوق عملاق يا رب دي تكون النهايه بقى يا اخي الواحد تعب في زرار هنا ادوس عليه لا مش شغال مكتوب ايه مش عارف تعال نشوف ده مقفول يبقى نطلع فوق اكيد هنعمل ايه هنا صندوق اكيد لما اعتقد ان سأرى هذه الغرفة مرة اخرى قريبا ليه يا عم من المفترض ان يكون الجراح هنا لحماية الصولجان اين ذهب يعني ولا في جراح ولا في صولجان تقريبا في الصندوق اشك انه في تم القبض عليه من كل المشغلين كل شيء بعد القبض عليا حسب كده البحث طبعا هم عايزين الصولجان انت فين الصولجان بقى صولجان فين انا عايز انا انت عشبتوني يا جدعان في الصولجان ده والله ادوس هنا يعني ايه ده يبدو من السهل جدا ان اقرا فوق زر الاخراج انا الضغط عليه ماشي ايه ده لا نبداب داس نبداب داس نبداب داس شكرا شكرا نبداب وفرت لنا مجهود نبداب طب ايه ده احنا بتطفي علينا النور ايه ده البتاع ده اتفتح تعالى نطلع نشوف في ايه جوه مساء الخير ايه ده كل ده صولجان دي مصاصه كبيره اجي عندي مصاصه طب جايين هتزرع يا جدعان ايه عيط 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 كل ده بص الصولجان انقسم قطع هو تقريبا في حتتين من قلوب زي دول هذا ليس جيد طب ايه ممكن تلاقيها جوه يا اسطى دور عليها كويس تعال نبص في اي حته كده حاسس حاسس بدور عليها حاسس حاسس بروح اجيبها لكم واجي هتلاقيها تحت البتاع ده هنا بص بصوا ايه ده مفيش مكان ايه ده او ماي جاد ايه ده ممكن تلاقي في تخزين مفتاح سجن بعيدا دول بقى شباب المشغبين بقى الحقيقيين عمل مثير للاعجاب تم تفكيك في التفتيح الكنز جاهز للنهب تمام فهمت انا كده يا شباب I fear this is the part الجزء. where I can't. الناس دخل فيه وتحمل كل عملك الشاب بنفسه. شكرا. طب تعال خد بقى الشغل مكاني. I can sense I'm not the only one in this room that's good at. بقولك أنا مش حاسس إن أنا الوحيد اللي بعرف أعمل كده. Consider it a small part of the payback for what was done. عايز ينتقم اللي حصل له. Plus, I need to make sure history doesn't repeat. بقول لك ما كانش عندنا أي اختيار. لقد دمرونا جميعا. You have a choice and you chose wrong. بقول له اختيارك كان خاطئ فين الشريف باتمان انا متاكد ان مجانا انا ممكن جزء من خطتكم الكبرى يا عم انت مالك انت عم تتكلم ليه اوه احنا جبناء احنا جبناء لكن سجدوا وسادفع جماعة الست مين يابا انت مين يابا ابو كرافات انت يبدو نسوية غير مكتمل ايضا يابا ابو كرافات انت في ايه هو بيقولك هتديني تقول لي مكان القطعة المفقودة يا اما اكل معاكو
You know we've always been my friend. بام بام بيقول له يعني احنا اصحاب وكده وانسى اللي حصل والمشاكل وكده يعني ماشي. كنتوا اصحاب يعني انتوا ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت 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 اكلت العنكبوت ولا ايه؟ انت عملت ايه يا اسطى في العنكبوت؟ ده حقق العنكبوت بحقنة الوحوش، حوله الوحش عمار. طب يديله بقى اهو العنكبوت نبدأ باكل الوحش اهو. ران اركض 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 يا اللي بتركض، اجري 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 في طريق اهو، اجروا اجروا. يخرب بيوك اللي انت عملته ده بمبان، وانت عم الجوكر انت بتجري وخلاص، اي حاجه بتجري، اي حاجه من ساعه ما عرفت بيجري. ماشي اجري 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 يا عم، وصلني قبل ما الاتوبيس ما يفوتني. اجري 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 اجري. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. لازم يا شباب نوصل يا شباب، لازم يا شباب نوصل يا شباب، لازم نوصل لازم نوصل لازم نوصل. ابي افضل اجري كتير يعني ولا ايه؟ انا زهقت. مساء الخير. ايه ده يا اسطى؟ خضتني يا اسطى. في طريق هنا ولا ايه؟ I don't think I could go. مال مين هيذهب؟ What? What do you mean? ما ايه؟ ان لم تفهم منهم يقدرون نكاتي. اه بيحب الناس اللي بتسمع النكات. من هم؟ ازاي فرصتي الوحيدة لحصول على جمهور بس اغتنمها. روح روح اغتنمها، روح روح. مع السلامة. سلام يلا روح. لما تروح يا عم اجري يا عم، انت يا عم انت عاقل شوية عنه. يلا اسانسير. ممكن يكون كده خلصنا؟ لا لا بتهزر. ايه نركب؟ اركب شكرا. يلا يا رب تكون النهاية يا اخي، انا زهقت. مساء الخير. الأرواح الشريرة كلها كلكم سيكونون إضافة رائعة لجيشي، معاً وتحت قيادتي سننهي ما لم تتمكن الملكة من إنهائه. يعني يا شباب الملكة كانت عايزة حاجة. أتوقف منت؟ طيب ابحث عن الجراح. سوف أذهب للجراح. مساء الخير. باي باي، معاك ربنا بقى. أو يلا هيتدغدغ فوق. أكلوني الزهر كده مات، الله يرحمه. يبقوا ادعوا له يا شباب تحت في الكومنتات بالرحمة. مع السلامة يا بنبان. إيه ده كسبنا؟ شكرا للاعب سجل في الحصول على مش عارف إيه. ماشي يا شباب نبقى نسجل عشان نلعب لكم بنبان 7. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وقدروا تعبي ومجهودي ان انا صورت الفيديوهات وانا تعبان شويه، واخد اجازه بقى. سلام وزيد.